اخر مره زعلوا وبقوا 5 ايام ما دخلوهم جماعتنا. اخر العراقيين ما دخلوا الامريكان من جايين من سوريا؟ ايه يعني اها منعوهم يعني؟ منعوهم، انا هذا اللي وصلني من جهه رسميه يعني مو من جهه سوالف مال واحد يسولف زين. حتى تفاجئت ليش نفس سؤالك قلت ليش منعوهم؟ قال زعلوا وقالوا احنا اذا تعرفون نروح على اعتبار انه انت نقل مواد بين دوله ودوله. لا ليش منعوهم؟ شنو السبب؟ ما مصرح بها المواد المدخوله الداخله